اهلا بحضراتكم معانا وفقرتنا الثالثه والاخيره في برنامج الحصاد، واللي خصصناها النهارده للحديث عن الوجبات الجاهزه، فكره الدليفري او التيك اواي من المحلات واحنا ماشيين، او حتى ان احنا نتناول الطعام بره. وده بقى بيحصل مش بس مثلا مره كل اسبوع ولا اسبوعين زي ما احنا تربينا واحنا صغيرين كجيل، ولكن الان بكل اسف اصبحنا تقريبا يعني 3 4 ايام في الاسبوع، نتيجه لانشغال الام، ربما نتيجه لاقبال الاطفال ورفضهم للاكل التقليدي في البيت لانهم ما تعودوش عليه، فبيحصل اقبال بشده وشراهه احيانا على هذه الوجبات. هل هذه الوجبات امنه؟ هل فيها مشاكل؟ وايه نوعيه المشاكل اللي ممكن تتسبب فيها الاسره اللي بتسرف في الاكل من خارج المنزل؟ ده اللي هنحاول نتعرف عليه النهارده مع ضيفتنا دكتوره هدى السيد، باحث صحه اغذيه بمعهد بحوث صحه الحيوان. اهلا بحضرتك دكتوره هدى. اهلا بحضرتك. فكره الوجبات الجاهزه دي بقت فكره شائعه جدا في المجتمع المصري، بقول بكل اسف ولا ده شيء صحي؟ لا بكل اسف طبعا. هي خلينا بس نقول ان زمان كانت اول ما طلعت فكره الوجبات الجاهزه او كده كانوا مسمينها الوجبات السريعه. صحيح. يعني ايه وجبات سريعه؟ بتحضر في مده قصيره جدا ومجهود قليل جدا. دلوقتي مع انتشارها بالفظاعه دي وكده، وبداوا العلماء يبصوا عليها اكتر او الناس تبص عليها اكتر، فبقى باسمها بالانجليزي جانك فود. يعني من فاست فود لجانك فود. جانك فود دي يعني اكل جانك، يعني زباله، يعني فاكل مش صحي بالمره يعني. طيب هو دلوقتي ده المسمى بتاعها اللي موجود حاليا. طبعا انتشارها بالفظاعه اللي هو فيها دلوقتي لعده اسباب. طبعا كل يعني ما فيش خطوه في الدول او في العالم كله الا ان تلاقي محل من او مطعم من المحلات اللي بتبيع الوجبات الجاهزه. ضيق الوقت بالنسبه للي بيشتغلوا او الام اللي بتشتغل، رتم الحياه السريع، الادمان لبعض الوجبات دي لان طعمها حلو، يعني لذاذة الطعم او طعمها مستساغ للناس كلها، فبدات ان هي تروح تاكلها. الناس كلها بقت رتم الحياه سريع قوي، فعاوزه تاكل وتجري وتلحق مش عارفه ايه، مع تروح هتنام مش هتلحق تطبخ مش هتلحق تعمل. فده كان برضو من الحاجات اللي هي ادت لانتشار الوجبات دي. طيب هي بدايتها امتى بدات؟ بدات مثلا من بدايه الخمسينات، اللي هي بدأت عن طريق أمريكا، إن هي البرجر الأمريكي والهوت دوج أو اللي بيسموه بالعربي السوسي النقانق أو كده، دي بدأت انتشارها. بدأت تنتشر بقى في البيتزات والكلام ده كله، وبدأت تتنقل لنا من أمريكا وأوروبا. في الثمانينات بدأت تتفتح في الدول الخليج، وفي مصر كان في بعض البراندات أو الماركات اللي كانت موجودة وقفلت وفتحت حاجات تانية. فالثمانينات والتسعينات هي بداية انتشارها عموما بالنسبة للثقافة العربية بتاعتنا للأسف الشديد. فتحولنا ان احنا بقينا بنستسهل ان احنا ناكل الوجبات دي. ده غير كده تحولت الخروجه، يعني لو الخروجه بتاكل خلاص، الفسحه او النزهه بالنسبه للاسره هي ان احنا نروح ناكل في مكان. بالظبط. فدي مشكله كبيره، اعتقد كمان انها مرتبطه حتى بثقافه الخليج زي ما حضرتك ذكرتي، انها راحت كبدايتها في الخليج، زيها زي المولات، زيها زي الماركات في اللبس والبراندات، دي كلها ما كانتش حاجات موجوده عندنا في مصر كبلد. للاسف بدا دلوقتي تغزونا المولات اللي بقى فيها مكان للاكل، الفود كورت او هي المكان للاكل ده، كله مطاعم اكل سريع، بالاضافه بقى لماركات اللبس وغيرها من الحاجات التانيه. والله بالنسبه للبس انا بقول ان احنا اللي صدرنا الذوق والازياء، لان احنا كنا عاصمه الازياء في مصر زمان، بس صحيح. هم صدروا لنا كل صدروا لنا خدعه كبيره تسمى البراند. البراند يعني، لكن احنا يعني كقيمه وكخامه وكفن دي حاجه مختلفه تماما. طيب اكيد الوجبات دي يعني بدا الناس دلوقتي تكتشف مشكلاتها، لان بدا يظهر يعني مشاكل صحيه بالزبط. للشعوب كلها لها علاقه بالسمنه ولها علاقه بامراض السكر عند الاطفال ولها علاقه بحاجات كتير قوي ما كانتش معتاده. الى اي مدى بترتبط
هذه الوجبات السريعه بانتشار هذا النوع من الامراض. بالظبط. خلينا بس نقول ان اصلا الوجبات السريعه والجانك فود تعرفها ان هي الوجبات اللي هي مطهيه مسبقا او نص مقليه زي ما بيقولوا او كده، وذات قيمه غذائيه ضعيفه جدا. ليه بقى قيمتها الغذائيه؟ هي بتؤدي للشبع، هي مليانه دهون، مليانه بهارات وتوابل، مليانه نسبه الصوديوم فيها عالي جدا لان عشان احفظ الحاجه، مليانه مواد حافظه، مليانه مكسبات طعم، ومليانه ممكن ملونات غذائيه. فبالتالي القيمه الغذائيه بتاعه الفيتامينات والالياف وكده تقريبا معدومه او قليله جدا. يعني دلوقتي مثلا عشان بس يقول لك سندوتش البرجر فيه فايده غذائيه مثلا، يقوم حاطط لك مثلا طماطمايه فوق وخاصه فوق، يبقى كده فيه الياف وفيتامينات والكلام ده كله، بس اكتشوال هي القيمه الغذائيه يا معدمه يا قليله جدا. حتى المطاعم ديت ما بتقدرش تيجي تقول لك على كميه السعرات الحراريه اللي موجوده في الوجبه، هي ما تقدرش، ما بتصرحش بحاجه زي كده. ولما حتى الناس حاولوا ان هم اجبروها ان هي مثلا تقول القيمه السعرات الحرائيه، الحقيقه ما بيقولوش. فممكن الوجبه نفسها تعمل ممكن اكتر من 4000 سعره حراريه. طب كان في فيلم شهير قوي يعني بيتم تداوله دلوقتي على اليوتيوب، هي ماكسمايز مي، اللي هو واحد عمل تجربه انه قعد ياكل جانك فود ده لمده معينه فتضاعف وزنه وجاله امراض كتير. فطبعا احنا بنتكلم بقى ان هو ما فيهوش قيمه غذائيه، وفي الدهون بقى والصوديوم ومكسبات الطعم والمواد فاول حاجه هنبص عليها ان هو هيسبب السمنه، وده بقى مرض العصر الحقيقه، يعني سواء على مستوى العالم كله، حتى زادت عمليات اللي هي التكميم وتحويل المسار ومش عارفه ايه، لان معظم الناس دلوقتي والاطفال كان يعني الواحد حتى مثلا كان بيعمل العمليات دي للكبار، دلوقتي بقوا بيعملوها للاطفال، لان بسبب الدهون المشبعه والصوديوم وزياده الصوديوم والمكسبات الطعم والالوان والمواد الحافظه. طبعا نسبة السرطانات زادت بفظاعة. هم دلوقتي صحيح ما فيش أساسي سبب أساسي للسرطان، ولكن ده برضو بيعول للحاجات الصناعية كلها حاجات صناعية. هو عبارة البرجر عبارة عن حتة لحمة صغيرة قد كده، والباقي عبارة عن أحشاء مفرومة، فول صويا، يعني هو مينلي مش لحمة. فبالتالي هو ما فيهوش غير دهون، بقوا بيحطوا مثلا، طب خلينا نقول مثلا، هل مثلا كل الحاجات الجانك فود ده او كده بيسموه، هل كلها عربيه؟ هل كلها غربيه بس؟ لا، احنا عندنا كمان حاجات عربيه برضو نفس القصه. يعني مثلا يعني اللي جاي من الغرب مثلا زي البرجر والسوسيز والناجتس والحاجات دي، طب والعربي يقول لك بقى دلوقتي الشاورما، الفطاير نسبه الكربوهيدرات فيها عاليه جدا، البقلاوة، الكنافة، الكلام ده كله أصلا هم بيسووها في كمية دهن عالية جدا وفي زيت مثلا، وبعد كده بيحطوا عليها كمية سكر عالية جدا. فكل دي حاجات مؤذية للأمراض السكري. ظهرت المياه الغازية نفسها في حد ذاتها فيها كمية سكر رهيبة جدا. كل الحاجات دي بتخلي إنزيمات الهضم نفسها مش شغالة كويس، السعرات الحرارية عالية جدا، فبالتالي بتعطل إنزيمات الجسم، فبالتالي بيزود السمنة، الامراض السكري، نظرا للسكريات اللي امراض القلب عشان زياده نسبه الصوديوم، انسداد الشرايين، تصلب الشرايين عشان الدهون، لان هم بيستخدموا زيوت مهدرجه في القلي، دهون مشبعه في القلي برضو. حتى دلوقتي الترند الجديد مثلا لكل الباحثين، كان زمان يقول لك ايه، لا الزبده الفلاحي والسمنه الفلاحي هم اللي بيزودوا الكوليسترول والحاجات دي، الكلام ده طلع عاري عن الصحه تماما، ان هو الحاجات الطبيعيه اللي ربنا خلقها هي اللي فعلا ما بتسببش امراض، افضل من الزيوت المشبعه والزيوت المهدرجه والكلام ده، والزيوت النباتيه، تدخل الانسان في العموم، عدا طبعا زيت الزيتون او الكلام ده، بس تدخل الانسان بشكل مباشر في الصناعات طبعا برضه هو ادى الامراض. فطبعا الوجبات الجاهزه دي حاجات بيسموها دلوقتي القنبله الموقوته، اللي احنا بنأذي بيها الشباب والاطفال
طبعا. وطبعا يعني كان بدايه اللي هم بيسموهم كبار، بس هم لحقوا شويه من الوجبات الجاهزه دي، برضو هيأثر عليهم مستقبليا. فطبعا الامراض خطيره جدا 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 يعني. طيب يعني بالإضافة للأمراض دي، إعداد هذه الوجبات في الخارج وكثرة المحلات اللي بتبيعها ممكن تؤدي لقدر عالي من التلوث، برضو ده طبيعي. مرتبط بيها إلى حد كبير. هي دلوقتي دي صناعة مربحة جدا جدا. وطبعا في صناعات تحت السلم، وفي صناعات في المصانع، وطبعا كل الناس سواء يعني معروفة أو غير معروفة هي بتصنع دوت للربح. ففي شروط من سلامة الغذاء نفسها مش موجودة، ولا يتحرى طبعا الهرم الغذائي في تحضير الوجبه زي ما قلت لحضرتك، والسعرات الحراريه جدا. شروط السلامه بقى في طريقه التصنيع نفسها، في طريقه تجهيز الوجبه نفسها، والكلام ده كله مش موجود. فلازم يكون في دايما تفتيش عليهم بشكل مباشر، التفتيش الغذائي، ولازم يكون في حد من التغذية اللي هم بيبقوا فاهمين ممكن يعمل وجبة صحية مثلا طعمها حلو وبرضو تغري الأطفال، لأن هم دلوقتي برضو بدأوا يستخدموا إن أنا الحاجات دي كلها موجودة جنب مراكز لعب الأطفال مثلا، جنب الملاهي، جنب مش عارفة إيه، بيدوا الأطفال لعب، بيغروا الشباب مثلا وجبتين مثلا، خد وجبة وعليها سندوتش هدية مثلا، ادفع 2 جنيه زيادة وخد كومبو. الوجبة الكبيرة الكومبو. فطبعا ده بديك مياه غازية زيادة، وبديك بطاطس مقلية في زيت مهدرج زيادة. فلازم تطبيق شروط السلامة الصحية بقى، لمعرفة السعرات الحرارية اللي موجودة، لتطبيق الصحة العامة على إنتاج المنتج نفسه سواء كان في المصانع أو في المطاعم نفسها. وده بدأ الحقيقة في مصر، هو موجود طبعا في الخارج اللي هو سلامة الغذاء، وبدأ برضو يطبق هنا في مصر والدول العربية، بس طبعا ما زلنا محتاجين تفتيش أكتر ورقابة أكتر يعني. طيب إذا صنفنا الوجبات دي نقدر نقول لها ده غذاء غير صحي، بالظبط، في مقابل بقى غذاء اسمه غذاء صحي، إيه شروط الغذاء الصحي؟ طب خلينا بس نقول قبل ما نقول الغذاء الصحي، خلينا نقول إن احنا لازم قبل ما زي ما زمان كانوا بيعملوا لنا كده في المدارس التوعية الغذائية، كنا زمان بناخد الهرم كده ويقول لنا لازم تاكلوا كذا وتعملوا كذا وتسووا كذا. الحقيقة دي حاجات مش موجودة خالص في المدارس دلوقتي. التوعية، الإعلام بيلعب دور شديد جدا، فلازم الإعلام زي ما لعب دور شديد في الإعلانات ونبتدي نوجه الناس دي إن هم ياكلوا أكل صحي. مش معنى ذلك إن احنا نمنع الموضوع خالص يعني، هو طيب وجبة كل أسبوع، وجبة كل أسبوعين، لكن يعني أصلا مش هتقدري تمنعي يعني. نبتدي نعمل مطاعم صحية بوجبات صحية بيشرف عليها ناس. لأن أنا حقيقي هنا في مصر مثلا لما فتحت مطاعم صحية وجنبها المطاعم الوجبات الجاهزة، اتقفلت المطاعم الصحية وفضلت المطاعم الوجبات الجاهزة. فالتوعية دي مهمة جدا للأهالي، للأم، للأطفال في المدارس، لأن الأطفال مهما الأهالي قالت الحقيقة ما بتستقبلش المعلومة غير لو خارج نطاق الأسرة حاليا يعني. فلازم، والإعلام ده لازم يشدد على النقطة دي. فطبعا الأكل الصحي، لا في طبعا أكل صحي جامد جدا، ولازم نتبع مثلا الهرم الغذائي اللي هو تحت اللي هي فكرة الكربوهيدرات اللي فيها برضو الخضروات والفاكهة، لأن هي مصدر الأساسي الطبيعي بتاع ربنا بتاع الكربوهيدرات والألياف. وبعدين بعد كده نخش بقى على الحبوب والرز والخبز او العيش او كده، وبعد كده بنخش اللي هو ايه يعني، الجسم بيحتاج تقريبا من الكربوهيدرات من 6 ل 11 حصة. وبعد كده نخش على الخضار والفاكهة، لازم ناخد من 2 ل 3 حصة في اليوم. بعد نخش على البروتينات اللي هي بقى البروتينات الحيوانية،
او والالبان ومنتجاتها برضو لازم ناخد برضو من 2 ل 3 حصة في اليوم، واقل حصة بناخدها حصة الدهون. وانا اتمنى ان الناس كلها ترجع لفكرة الدهون الطبيعية اللي ربنا خلقها، السمنة البلدي والزبدة البلدي، بس احنا ما بناخدش كميات كبيرة، يعني مش هنحط بقى هي معلقة صغيرة كده هتقضي الغرض، وفي نفس الوقت هتدي نكهة حلوة للأكل، وفي نفس الوقت صحية أكتر من الزيوت المهدرجة اللي المطاعم كلها بتستخدمها، والأكل الصحي اللي هو الطبيخ بتاعنا العادي اليومي في اليوم. لان برضو انا ما اضمنش السلامه بره، عشان نسبه التسمم الغذائي زادت جدا جدا جدا، وخصوصا في الصيف كمان نسبه التسمم الغذائي بتزيد مع وجود الحشرات والفيران والحاجات دي في الصيف كمان بتهيج اكتر، واحنا ما عندناش التفتيش. فالاكل البيتي مازال هو رقم واحد في كل دول العالم. احنا فاضل لنا يعني دقيقة واحدة ممكن نتطرق فيها لموضوع برضو مكسبات الطعم واللون وتأثيرها في هذه الوجبات لو استخدمت بطريقة خاطئة أو مبالغ فيها. لا، هي ما تستخدمش خالص، يعني هي ما زالت مصنعات غذائية لا تستخدم. أنا أستخدم الحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها، زي ما كنا بشم النسيم بنلون البيض كده بقش البصل بالكركديه بالحاجات دي، إنها حاجات طبيعية. أي حاجات مصنعة هي ضارة على الصحة بس. والاكل الصحي برضو عندنا اللي لازم نبتدي برضو، هو ترند طالع جديد اللي هو الزبادي مثلا بالبديئات الحيويه، دي من اهم الحاجات اللي لازم نعود الطفل عليها ويبتدوا الناس ياكلوها جدا، لان فيها اثار جميله جدا على الصحه. وحتى في اوروبا وامريكا بداوا يستخدموها في معاهد علاج السرطانات بشكل يعني يومي، ليهم حصة يومية عبارة عن 150 جرام مثلا من الزبادي دوت مرتين أو ثلاثة في اليوم، لأن هي بتساعد على الشفاء، على يعني بتبقى عامل من عوامل الشفاء للسرطان وعسر الهضم ومشاكل الهضم والحساسية، وبرضو في حاجة اسمها حساسية اللاكتوز بتاعت اللبن، هي بتساعد على ان هي نخفض الحساسية والهستامين والكلام ده كله. فدي من الحاجات الأساسية اللي لازم برضو الواحد يدعو ان احنا نروح لها. يعني انا بشكر وجود حضرتك معانا، ودي بعض النصائح كده اللي حابين ان احنا كنا يعني نديها للساده المشاهدين تباعا في برنامجنا. بشكر دكتوره هدى سيد باحث صحه الاغذيه بمعهد بحوث صحه الحيوان، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لكم اعزائنا المشاهدين، بكده بنكون وصلنا لختام حلقه اليوم من الحصاد، غدا ان شاء الله حلقه جديده، الى اللقاء. تقدر تاكل الرمانة بالشكل ده؟ طبعا مش هتعرف، لكن هتعرف تاكلها لو بقت بالشكل ده. النبات زيك بالظبط، ما يعرفش كويس يمتص المية والأملاح وهي شكلها كده، بس هو يعرف يمتص المية والأملاح بشكل